السلام عليكم ورحمة الله. نعيش أياما عصيبة من أيام الله، ونحن نرى ونسمع ما يحدث في أرض الإسراء والمعراج حول بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ونحن نرى ونسمع ما يحصل في غزة من تقتيل وتجويع وحصار غاشم، حصار يمنع الماء والغداء والكهرباء والدواء وكل شيء، وهذا في كل القوانين الدولية، هذا من جرائم الحرب. ونسمع أيضا كلاما كثيرا من هنا ومن هناك، لكن العبرة بالخلاصة، والخلاصة في النهاية ما هي؟ هذه أصبحت حربا بين دولة محتلة غاصبة صهيونية تتوفر على جيش يحكى أنه من أعتى وأقوى الجيوش في العالم، ولها من السلاح الفتاك ما يعتبر من أفتك أسلحة العالم، وتتوفر على برامج استخباراتية تسوق لها على أنها أرفع وأقوى البرامج الاستخباراتية في العالم، وبين مقاومة. وفي القانون الدولي وفي كل الأعراف حيثما وجد الاحتلال توجد المقاومة، وهي مقاومة مشروعة، وبين مقاومة تقاوم هذا العدو لتطرده عن أرضها ولتسترجع أرضها وتسترجع بلادها. مقاومة ما تتوفر عليه من الأسلحة لا يكاد يعتبر أصلا بالمقارنة مع ما يتوفر عليه هذا العدو الذي 70 سنة وهو يقتل ويخرب ويدمر ويقتل الأطفال، بل يعتبر الفلسطينيين وعامة المسلمين ونحن منهم مخلوقات حيوانية دون الإنسان ودون هؤلاء الصهاينة، ويعتبرون قتلهم وتقتيلهم تقربا إلى الله عز وجل. هؤلاء الصهاينة أصبحوا يفعلون ما يريدون، أصبحوا يصرحون، وخرائطهم الآن التي يعرضونها على أمريكا وعلى العالم أنها ستضم الضفة الغربية وستضم حتى الأردن بنهرها لتكون من ذلك إسرائيل الكبرى. متطرفوها في الحكومة يقولون أنه آن الأوان لتخريب ولهدم بيت المقدس والمسجد الأقصى ليقام مكانه هيكلهم المزعوم. يوميا يدخلون إليه ويعتون فيه فسادا، يوميا يتقادفون المصاحف بأرجلهم ويلعبون بها إهانة للمصحف الشريف وللإسلام وللمسلمين. هذه المقاومة لم يعد لها اعتبار إذا لم تقم بدورها، ودورها أن تذود على حرمات الإسلام والمسلمين، دورها أن تقاوم هذا المحتل بكل ما أتيته من جهد. فجاء هذا الطوفان، طوفان الأقصى، طوفان الأقصى الذي أرانا الله فيه بركات وكرامات لم تكن تخطر ببال، لم تكن تخطر ببال. هذا الطوفان الذي دمر كل أساطيرهم وخرافاتهم، ففضحهم وفضح برامجهم الاستخباراتية وفضح جيشهم الذي لا يقهر، وآل الأمر إلى ما آل إليه، إلى ما آل إليه الآن. الخلاصة في النهاية، أنا الذي يعنيني أني أدعوكم معشر الإخوة والأخوات في حركة التوحيد والإصلاح وكل المتعاطفين معها وكل شركائها وكل المتعاونين معها، بل هي دعوة من خلالكم إلا إلى كل المغاربة الأحرار، المغاربة الذين مهما اختلفوا في توجهاتهم السياسية والنقابية وغيرها تجمعهم قضية الأقصى وتجمعهم قضية فلسطين. أدعوكم جميعا إلى مسيرة يوم الأحد، هذا الأحد إن شاء الله عز وجل، مسيرة الرباط التي هي ليست مسيرة التوحيد والإصلاح ولا مسيرة أي جهة من لا، هي مسيرة المغاربة إن شاء الله تعالى، لأننا سنسأل جميعا بين يدي الله، سنسأل ماذا فعلنا حين كان يستباح المسجد
الأقصى وتستبح أعراض المسلمين والمسلمات ويقتل المرابطون والمرابطات والعالم كله ينظر ويتفرج. سنسأل. المسجد الأقصى مسجدنا نحن جميعا، مسجد كل المغاربة وكل المسلمين. سنسأل عنه واحدا واحدا، ماذا قدمنا؟ ونستطيع أن نقدم الكثير. الله عز وجل لما حصل الإيمان قال تعالى: إنما المؤمنون نشكون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، زيد، وجاهدوا، باش، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم قال: أولئك هم الصادقون. نريد إن شاء الله عز وجل أن نكون من المؤمنين الصادقين، نجاهد بأموالنا وبأنفسنا في سبيل الله. المفروض موقعنا الطبيعي الآن أن نكون هناك وأن نقدم دماءنا وأرواحنا راخصة في سبيل الله، لكن إذا حالت بيننا وبين ذلك المسافات والسياسات والحدود، على الأقل لا يملك أحد أن يمنعنا من أن ننكر المنكر. ونحن مأمورون: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، وذلك أضعف الإيمان في رواية أخرى. نستطيع أن نغير هذا المنكر إن شاء الله بلساننا وبقلوبنا. نخرج يوم الأحد إن شاء الله في مسيرة نعبر فيها للعالم كله أن المغاربة ما زالوا على عهدهم مع بيت المقدس، ما زالوا على عهدهم مع الأقصى، ما زالوا على عهدهم مع إخوانهم، وأننا نعتبر أن نصرة إخواننا والجهاد معهم نعتبره اليوم هو الأولوية الأولى وهو الواجب الأول. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كل واحد منا في المساء يغطي أولاده وبناته ويحفظ أعراضه ويغلق باب الحجرة ثم باب الشقة ثم باب العمارة ويطمئن على عرضه. بنات المسلمين اليوم في غزة يبيتون في العراء ولا يجدون ما يلتحفونه ولا ما يسترون به أعراضهم. ماذا ننتظر؟ كيف نتفرج وندعي بعد ذلك أننا مؤمنون وأننا مسلمون وأننا يعني نذود عن أعراض إخواننا؟ مسيرة الأحد إن شاء الله هي ليست مسيرة ترفيهية، هي مسيرة مصيرية، ليست لهم، لا، هي مسيرة مصيرية لنا، نكتب بها البطاقة التي تشفع لنا بين يدي الله حين نسأل ماذا فعلنا. قل يا ربي أنفقنا من أموالنا ما نطيق، وليس مما فضل علينا، لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من كريم المال الذي نحن في حاجة إليه ننفقه في سبيل الله لما تشتد الحاجة في مثل هذه المناسبات. ثم بأنفسنا، إذا لم نستطع أن نكون هناك سنخرج إن شاء الله هنا يوم الأحد ونجأر بمرفوع أصواتنا ندعو الله عز وجل أن يحفظ إخواننا، أن يؤمن روعاتهم، أن يستر عوراتهم، أن يحفظهم في أعراضهم، أن يخلف عليهم أرزاقهم، أن يحقق لهم وعده الذي وعدهم، وأن يمكن لهم إن شاء الله في أرضهم وفي بلدهم، وأن يغفر لنا كل تقصير في حقهم. فحي على النصرة، حي على نصرة الأقصى، حي على نصرة بيت المقدس، حي على نصرة إخواننا، حتى نقف بين يدي الله عز وجل فنجد شفاعة وبطاقة تشفع لنا بين يدي الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.